زراعة القصب بتبدأ في شهر 6 لما نكون هنزرع القصب، نزرع في شهر 6 ونفوسه في شهر 1. أما طول السنة هو قاعد القصب من آخره. وفي نوع خريف تاني يتزرع في شهر 9، ده نوع خريف ده ما يلحقش يتفوس فيه في الشتاء، لكن بتاع شهر 6 يتفوس في شهر 1. تمام. الزراعة ده هي عم تكلفنا كفلاحين يعني، واخده منا تكاليف ومصاريف، وفي نفس الوقت مش مستفادين منها في السكر ولا في اي حاجه. كيلو السكر ب 13 جنيه مغلينه علينا كناس فلاحين غلابه مش لاقيينه، ولكن القصب والمحصول ده هويت عم يطلع عينينا علشان يطلع كده هويته، واحنا اساسا مش مستفادين بيه. اما نشقى ونتعب لغيرنا فياخد كميه، شكاره الكميه غاليه قوي علينا، وشو السكر غالي ومفيش حاجه اصلا، حتى النفر غالي، حتى اللقمه ما لاقيينها اصلا، تعبانين في مجيبه الرغيف ومجيبه لقمه العيش تعبانين فيها، ومجيبه الاجر عشان نلاقي نصرف تعبانين برضو فيها. المايه قليله والجهاز طبعا غالي، والشركه كانت مرخصاه دلوقتي، لما يقولوا جابت له كان ب 400 خليته ب 500. لا كل حاجه بثمنها تبقى اقل. ليه كل حاجه بثمنها؟ في تاجر عم ياخده ويجيب هنا يعصر هنا ويطف في العصاره هنا. وفي اللي هو اللي بيودي زراعته ليه المصنع بتاع السوق. وليه المصنع مش بياخده منكم؟ المصنع مش بياخده من، لان المصنع ليه وقت، ليه وقت ان ياخد فيه القصب، لكن بقيه السنه واطوال الموسم كله عم يا اما بيسافر مصر يا اما بيجيب هنا هويه العصاره يتعصر.